سعادتي أكثر بأن نستضيفكم ضيوفنا الكرام على أرض المملكة المغربية للمشاركة في الدورة التأسيسية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي يشكل لحظة تاريخية بإعطاء إشارات قوية على عزم المنطقتين على بناء جيل جديد من الجسور الاقتصادية والتنموية والحضارية من أجل تحرير الطاقات المشتركة والاستفادة من الفرص الكبيرة ومواجهة التحديات المطروحة على الأجندة المشتركة بأسلوب جديد مبني على الفعالية والتنمية المشتركة والأثر الإيجابي على الشعوب. هذا المنتدى الاقتصادي الأول لبرلمان البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، وأعتقد بأن انتظاراتنا منه هو تأسيس فضاء برلماني حقيقي للتداول فيما يخص المسائل الاقتصادية المتعلقة بهذه الدول كل شيء، وفيما يخص كذلك التبادل الاقتصادي بين هذه الدول، وفيما يخص كذلك تبادل الخبرات والتجارب من ناحية التشريعية فيما يخص التشريعات المرتبطة بجانب اقتصادي، وتسهيل كذلك تبادل اقتصادي عبر إشراك القطاع الخاص واللي حاضر معنا اليوم في مجموعة من بلدان البحر الأبيض المتوسط وكذا دول الخليج. طبيعة الحال اليوم احنا عندنا 27 دولة أوروبية، وعندنا 6 دول خليجية حاضرة اليوم. هذا هو التلاقح الحقيقي ما بين البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، أولا للقلب الجغرافي وكذلك لانتماء جنوب البحر الأبيض المتوسط لما تبقى من شبه الجزيرة العربية اللي هو دول الخليج. هذا انتماء طبيعي، ولذلك فإن هذا القطبين لا الشمالي ولا الجنوبي ديال البحر الأبيض المتوسط قادر بأنه يدير علاقات اقتصادية مهمة لتكون في صالح الشعوب وفي صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أصحاب السعادة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، من التحولات التي تعرفها الساحة الدولية وما خلفته من أزمات متتالية أصبحت تفرض علينا جميعاً البحث عن إيجاد سبل التعاون والاعتماد المتبادل بين فضاءاتنا من أجل تطويق مختلف تداعيات الصراعات الجيوسياسية التي تسبب للبشرية والإنسانية جمعاء عواقب خطيرة تطال أمن واستقرار الشعوب والأوطان على حد سواء. عقد اليوم مدينة مراكش يعني البرلماني لمنطقة الأورو المتوسطية وأيضا لمنطقة الخليج هو فضاء مهم جدا للنقاش وللتداول حول جملة من القضايا، حول جملة من الأزمات التي يمر منها العالم، الأزمات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، أيضا بالأزمات المرتبطة بالضغط اليوم الموجود على الطاقة، وأيضا بالضغط على يعني مصادر الغذاء عموما. المغرب كدولة رائدة في هذا المجال قدمت مجموعة من المبادرات الكبيرة، خاصة المبادرة التي قدمها جلالة الملك يعني تريبل أ، التي تعالج واحد من المشكلات من قبيل مشكلة الغذاء في المنطقة الإفريقية. هي واحد من الأرضيات الصلبة لحوار حقيقي، لحوار منتج للأفكار، وطبعا احتضان مراكش والمملكة المغربية لهذا المنتدى هو تأكيد على الريادة ديال بلادنا في القضايا الدبلوماسية وفي القضايا التي يعاني منها العالم اليوم.